بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله اليوم بنحل من كتاب Principles of Engineering Economic Analysis الطبعة الخامسة. بنحل بإذن الله من الشابتر الأول السؤال العاشر. شو يقول لك السؤال؟ يقول لك عندك ثلاثة عروض اللي هو بي وكيو آر، كلها متاحة لك. ممتاز. قال لك هنا exactly one or two proposals must be chosen. يقول عندك واحد أو اثنين من العروض يجب ان تختار. قال لك هنا الشروط، هذا اهم شيء، اهم شيء لازم تعرف الشروط او العلاقات ما بين العروض. قال لك ان البي والكيو ايش فيها؟ ار ماتشوال اكسكلوزيف. ايش معناته ماتشوال اكسكلوزيف؟ معناته ان جميع العرضين هذول يؤدون نفس الغرض، نفس الغرض بالضبط. ممتاز. وقال لك هنا عندك البروبوزل ار يعتمد على البي being funded، يعني قال لك ان الار يعتمد على البي. قال لك list all visible mutually exclusive investment alternatives، يعني فقط يبغى اللي هو mutually exclusive investment. وسويت انا قمت سويت كالعادة الgiven، اهم شيء عندي ضبطت الrelations في معطيات مبسطة، لقيت بي والكيو كلها mutually يعني ما لهم اي علاقة ما بينهم، وكلهم يؤدون نفس الغرض، كلهم يؤدون نفس الغرض. وايضا هنا الفائده مهمه، ايضا اذا قال لك دائما ماتشلي اكسكلوزيف معناته بامكانك تستخدم البي والكيو، بامكانك تستخدمهم بحيث ان لو قلت اول بي والكيو مع بعض يطلع فيزبل عادي، لانه قال لك ايش؟ ماتشلي اكسكلوزيف. طيب هنا عندك قال لك سوليوشنز، دائما احنا عندنا قاعدة اللي هي الاثنين over m اللي هو عدد البروبوزلز. احنا عندي هنا كم؟ ثلاثة، فقط اثنين مرفوع القوة ثلاثة يعطيني ثمانية خيارات متاحة لي. اروح اسوي كالعادة اصف الخيارات بغض النظر هل هي visible او لا، فابدأ اقول اول شيء بختار b بالحالة، قلت الثاني بختار q بالحالة، قلت الخيار الثالث بختار r بالحالة، الخيار الرابع قلت بختار b والq مع بعض، الخيار الخامس البي مع الار، والسادس اللي هو الكيو مع الار، وهكذا. الان بشوف انا هل هي فيزبل او لا، بناء على ايش؟ بناء على الخيارات اللي هنا عندي، بناء على الكونديشن اللي عندي هنا. البي بامكاني اختاره بالحاله ما عندي مشكله، فيزبل. الكيو كذلك اقدر اختاره بالحاله، لكن الار ما اقدر. ليش؟ انها تعتمد على البي. الان اللي هو عند الرابع قلت بختار البي والكيو، وراجت قلت بيو وراجت كلجت، لا البي والكيو مع بعض اختارهم. فاذا اخترتهم مع بعض فيزبل. ليش؟ لانهم ماتشول اكسكلوزيف، ما عندي مشاكل، وهكذا. بروح انا اسوي لستة. هو قال ايش؟ قال انا ابغى واحد او اثنين من الخيارات هذه لابد انها تختار. ممتاز. وحدد لك هنا قال لك انه يبغاها ماتش اكسكلوزيف انفستمنت الترناتيفز. وين هنا اللي اجتمعت البي والكيو مع بعض؟ اجتمعت في شيئين، اللي هو الرابع اجتمعوا مع بعض، وفي السابع اجتمعوا مع بعض، فلذلك هم الخيارات المتاحه عندي اللي هو الرابع والسابع. هو يبغى ايش؟ الماتش اكسكلوزيف، الماتش ولي اكسكلوزيف اللي هو الخيار الرابع والخيار السابع. هذا هو حله، وهذا كان يعني من الاشياء الحلوه الجميله، ومع ذلك يخطون فيها الطلاب لان المشكله دائما تكمن في الريليشنز. وكذلك ايضا في كونسترينز بس انها موجوده في السؤال هذا، بعض الاحيان يعطيك وشو، هذه فكره لازم تكون فاطين لها، انه يعطيك اللي هو مبلغ لكل بروبوزل، ويعطيك البادجت حق المشروع اللي هو يسمى بالسايز اوف جيت، يسمى بالسايز اوف جيت. يقولك والله شوف ترى البادجت حق المشروع او ميزانيه المشروع 5 ملايين، ويعطيك قيمة للبي والكيو والار. بعض الأحيان تلقى الخيار متاح لك فقط اللي هو الرابع. ليش؟ لأن السابع مجموع التكاليف أو مجموع الأسعار لها أعلى من ميزانيتك، فترفض السابع فيطلع عندك الخيار فقط الرابع. بس هنا ما مو موجود، لكن انتبه في حالة أنه لو وجد أسعار قد يكون السعر من الكونسترينز، من الأشياء أو الشروط اللي اسمها الخفية، أنا أسمي الشرط الخفي بعض الأحيان.
يردك عن الفيزبل، تقول والله نت فيزبل بيكوز اوف ايش، سايز اوف جيت اللي هو بادجت، ان البادجت عندك ما يسمح تجتمع ثلاث عروض مع بعض لان السعر بيكون عالي اعلى من الميزانيه. هذه بس فكره حبيت انبه عنها، انتبه منها لو جتك في الاختبار. طبعا وصلنا الى نهايه الحل، هذا نهايه الحل شلون بسيط وحلو وايضا عليه درجات عاليه في الاختبار، فاتمنى انك تفهمه وتحل عليه اكثر من مره وتضبطه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.